بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي طلاب سنة ثالثة، يسعدني أن أكون معكم في الدقائق التالية لتبسيط بعض المفاهيم الخاصة بالأنايون جاب، وتكون تكملة للمحاضرة اللي أخذناها الأسبوع الفات. طيب، في البداية خلونا نتعرف يعني إيه أنايون جاب وبمنتهى البساطة. إحنا في الجسم عندنا في بالانس ما بين الكاتيونز والانايونز. الكاتيونز بيمثلها ميجرد كاتيونز اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم، وان ميجرد كاتيونز مينلي المغنيسيوم والكالسيوم. بالنسبه للانايون عندي في ميجرد انايون بيمثلها الكلورايد والبايكربونيت، وان ميجرد انايون بيمثلها الفوسفات والسلفيت والبروتين ومينلي الالبوم، كل ما يحمل شحنه سالبه داخل الجسم. في عندي جاب ما بين الميجر كاتيون والميجر انايون اللي هي انتوا شايفينها دي، بسميها الانايون جاب. يعني الانايون جاب هي الفرق ما بين الميجر كاتيون والميجر انايون اللي هي ديت. تمام كده؟ طيب، يعني اقدر اقول ببساطه ثانيه ان الميجر ان الانايون جاب هتساوي الصوديوم زائد البوتاسيوم ناقص البايكارب زائد الكلورايد. تمام؟ طيب، يبقى دي النقطة الأولانية، واللي أنا عايزكم تبقوا عارفينه كويس يعني إيه أنايون جاب، اللي هي الفرق ما بين الميجرد كاتشون ناقص الميجرد أنايون. طيب، نيجي نمرة 2، ما هي العلاقة ما بين الأنايون جاب والأسيدوز؟ خلينا نتفق في البداية على نقطتين أساسيتين، إن أنا لو في عندي أنايون جاب إذا أنا عندي ميتابوليك أسيدوز، القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إنه مش شرط لو أنا عندي ميتابوليك أسيدوزز إن يكون معاها أنايون جاب. تيجي نفسر دي ونبدأ بالنقطة الثانية. أنا عندي هنا في ميتابوليك أسيدوزز، إيه رأيكم فيه ولا مفيش؟ في ميتابوليك أسيدوز، طب ليه؟ عشان الـ HCO3 قلت من 24 اللي هو النورمال إلى اللي هي في حدود في رينج النورمال إلى 12 اللي هو ديكريز. طب تيجي نشوف الأنايون جاب أخبارها إيه؟ آدي الأنايون جاب هنا هيت اللي هي دي، وادي الانايون جاب اللي هو النورم. طبيعيه ولا لا؟ طبيعيه. امال ايه اللي حصل عندنا هنا؟ اللي حصل هنا عندنا مع نقص البايكارب حصل انكريز في الكلورايد، فدي اللي انا بسميها هايبر كلوروميك ميتابوليك اسيدوزيس، او ميتابوليك اسيدوزيس واز نورمال انايون جاب. يبقى البايكربونيت قلت بس الكلورايد زاد، فالانايون جاب نورمال بس في اسيدوز. يبقى انا ممكن يكون عندي ميتابوليك اسيدوزيس ويز نورمال جاب. يبقى دي نمره واحد. طب القاعده الثانيه اللي احنا اتفقنا عليها، ان انا لو عندي في انايون جاب اذا عندي ميتابوليك اسيدوز، دي قاعده عامه برضو متفقين عليها. طب نيجي نشوف هنا عندي اسيدوز ولا لا؟ عندي البايكربونيت قلت ولا ما قلتش؟ قلت اهي 12 اهي. طب الانايون جاب اللي هي دي، نمشي كده اهي ونمشي كده، increased في الانايون جاب. يبقى في الحاله ديت انا عندي ميتابوليك اسيدوزز ويز انكريز في الانايون جاب. يبقى ده اتكلمنا عن يعني ايه انايون جاب، وهي الفرق ما بين الميجرد كاتشيوم ناقص الميجرد انيون. الحاجه الثانيه اللي اتكلمنا عنها العلاقه ما بين ايه يا جماعه؟ ما بين الميتابوليك اسيدوزز والانايون جاب. قلنا عندي في نوعين من الميتابوليك اسيدوز، ميتابوليك اسيدوز ويز اليفيتد انايون جاب، وميتابوليك اسيدوز ويز نورمال جاب اللي هي هايبر كلوروميك ميتابوليك اسيدوز. طيب قبل ما ننتقل من النقطه دي لنقطه ثانيه، بعض الناس يجي يحبوا لما يحسب الانايون جاب يشيل البوتاسيوم من الموضوع. ليه؟ البوتاسيوم بيمثل زي ما انتم عارفين من 3.5 ل 5 ملي ايكويفالنت، والملي الكاتشون عباره عن صوديوم، فيقول لك والله اذا الانايون جاب كنوع من حتى الايكونومي توفير في عمليه الحسابات والكيتس وتكلفه التحاليل، فيجي يقول لك والله يبقى الانايون جاب هتساوي الصوديوم ناقص البايكارب زائد الكلورايد. اتفقنا؟ طيب، ودي ذكرها احد زملائكم في المحاضره، انا كنت مبسوط جدا ان هو يعني اثرها، عشان كده انا حبيت اعمم هذه المعلومه للجميع. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو في بعض الاحيان بنحب نحسب، احنا قلنا الميجرد انيونز بيمثلها مين؟ بيمثلها الالبومين، بيمثلها الفوسفات والصلفيت. عشان كده في حالات الهايبو البومينيميا ساعات بنحب نعمل حساب الهايبو البومينيميا، فبنعمل حاجه بنسميها كوركتد انايون جاب، زي ما هنشوفها في السلايد الجايه باذن الله. تمام؟ طيب خلونا نيجي بقى نشوف
عمليين شويه ونبدا نحسب. يبقى هنا قلنا شلنا البوتاسيوم، بقت الانيون جاب عباره عن صوديوم ناقص كلورايد زائد باي كربونيت، وقلنا اللي هي هتساوي مين؟ ادي هي النورمال انيون جاب، اللي هي هتزيد امتى؟ في حاجه من اثنين، يا اما الانميجرد انيون زادت او ال HCO3 قلت، وقلنا في الحالتين دول هيكون عندي اسيدوز. طيب في حاله الالبومينيميا انا هعمل هايبو البومينيميا، انا هعمل ايه؟ انا هعمل حاجه بسميها كوركتد انايون جاب فور هايبو البومينيميا، هتساوي 4 ناقص السيرم البوم كونسنتريشن في 2.5 زائد الكالكوليتد انايون جاب، فده يدينا حاجه اسمها كوركتد انايون جاب. اتفقنا؟ طيب عشان نكون مور براكتيكال، وانت ان شاء الله كده لما تشتغل في الانتنسيف كير او تشتغل في البطنه وعايز حاجه تحسب لك الحسبه دي مباشره، هلاقي ان عندي في مواقع كتيره بتديني حسبه الانايون جاب ويديني كمان انتربريتيشن ليها. ناخد بعض الامثله كده وتبقى معاكم المواقع دي تقدروا تشوفوها وتستخدموها. اول واحد الميد كالك اهو، كليك، مجرد ان احنا هنعمل كليك عليه هندخل هنا فيه نقول، وده بيحسب حاجات كتيره غير الانايون جاب. هنقول له هنا انايون جاب، نفتح نحط القائمة بتاعتنا سواء كانت بتاعه الصوديوم بتاعه الكلورايد بتاعه البايكارب، احط كمان فيها الالبوم. بعض المواقع يقول لك خلي الالبوم اوبشنال، تحطه او ما تحطوش، يديني الريزلت بمجرد ما نجمع دول. لو قلت ان انا عندي هنا الصوديوم 1 4 5، قلت ان الكلورايد عندي 1 1 0، قلت عندي البايكارب 1 6، الالبوم 4.5، او سوري هو حسبها هنا بالجرام بالليتر، هنقول 4 5. اوكي هيديني هو ايه بقى؟ ايه هيقول لي الانايون جاب كام؟ طلع 19. حسب لي حاجه اسمها الدلتا ريتشو اللي هي سجستد هاي انايون جاب اند نورمال انايون جاب اسيدوزز. بعد كده كوريكتد انايون جاب فور البوم الدهاني 17.75. وبعد كده يقول لي هنا بقى الادفايز الانايون جاب ايه هي؟ عباره عن ايه؟ نون انايون جاب اسيدوزز. فاداني كل التفاسير اللي انا عايزها. ده مش كده وبس، انا ممكن نيكست ستيبس امشي معاه. ادي اهو، ادي اداني الانتربريتيشن بتاعه الحاله. يبقى ده اول موقع عندنا، ادخلوه وشوفوا واستخدموه. ثاني موقع مثلا هو على سبيل المثال التاتش كالك، نفتحه، هيطلب مننا برضو نفس الحكايه، ندخل الداتا بتاعتنا ويحسب لنا هو الانايون جاب. اهو برضه هنا صوديوم قد ايه، الكلورايد قد ايه، البايكارب قد ايه، يديني الانايون جاب بتاعتي. صوديوم هنا على فكره بيطلب كمان البوتاسيوم على ده على سبيل المثال. طيب الموقع الثالث اول ميد كالك اهو، دخل الصوديوم، دخل البوتاسيوم، دخل الكلورايد، دخل البايكربونيت، كالكوليت، اديني الانايون جاب واديني النورمال كان المفروض كام، يحسبها لي. اذا انا كمان يبقى العمليه متاحه عندي كمان. مش كده وبس، احنا كمان لو دخلنا على اي ابلكي على الاندرويد او الايتونز وكتبنا انايون جاب هيطلع لي برضو بعض الابلكيشن اللي بتحسب. اتمنى ان انا في الدقائق البسيطه دي نكون لخصنا ما يخص الانايون جاب، سهلنا الموضوع، بقى الموضوع اكثر بساطه. بالتوفيق ان شاء الله، اراكم في فيديوهات اخرى قصيره فيما يخص الرينال او غير الرينال موديول. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم على خير باذن الله.